understand. No, put it. I mean, it's soggy, Mom. That's gross. It's not. It's just wet. حطي لك كم ورقة هذا أورجانيك مني. Okay. يلا يا زيد. استنى في زيد طبعاً ودانا. أصبحنا أصبح المنفرين. نسينا وأمس. No, لأنه you just we just woke up. لأنه أنا نمت. وأنا نمت كمان. قبل المغرب انا بعرفش كيف غبيت اصلا يعني ماما دي وانت سوشيال خليها لا حطيها تكبيها بعرفش كيف غبيت يعني تغديت وهيك قاعده وعلى اساس انه بالك كنا المفروض نروح نمشي قال طبعا نيالك تحكي لي شو ده really امانه والله ما بعرف كيف غبيت بعرفش هيك جسمي لحاله طفى واحمد بيقول لي انا كمان غبيت نمت انت اي ساعة؟ تقريبا الساعة ستة انا قبل انا بعرفش بس بتذكر حالي اكلت وحطيت الصحن هيك وبس انت مدد هون هاي تمام no, the other one. هاي يو دانا can you give me three please؟ خدي try? لا حبيبي شكرا المهم يا جماعة الخير اليوم لما كنا على البث في الكل بقول اعملي الحلقة الثانية من نافذة على عالم NN عمل فاميلي اعمليها مع الأولاد وعن تربية الأبناء وهم يحكوا رأيهم كمان يعني في طريقتي في التعامل طريقتي في التعامل معاكم يعني لما بتعملوا غلط مثلا كيف انا بتعامل معك وهيك بصراحه انا كنت حب كلهم يكونوا موجودين حتى لما بدي اعمل الحلقه هاي بس قلت يمكن احسن انه نحكي شوي دانا مش راح تقدر تيجي تقعد بس راح تحكي من ورا الكاميرا هيك مجرد احنا مش رح ناخذ الحلقه مش رايحين ناخذ كل الحلقه بس راح اعطيكم شوي بسيطه ليش تقدرش تيجي ماما حجابها يا ماما بحب المشاكل هيك شيء بحب المشاكل هيك احمد هيك طبيعته ها ضربت اقول لك هيك طبيعه احمد وي ماما ايه نعم they say four bananas مش عايز تيجي لانه والله حتى والله وحده كفايه الموز فيه كثير سكر وهيك اصلا المهم يا جماعة الخير ونادينا على الأستاذ زيد لسه ما جاش ومحمد لسه ما جاش بس خلينا نسأل أحمد زي ما أنتوا بتقولوا يعني مثلاً على طريقة تعاملي مع wait first of all, sorry before you go can we talk to me about the chips video no chips There's a video that's going like viral right now. It's one that you posted a long time ago. And no, I was eating chips in the background, and now everyone is calling me like Illy Biakul chips. So Illy blah blah blah. Well, ذكرته. There's في واحدة بعثت لي message. I don't know if I can say it. تحكيش اسمها بس حكي شو. Yeah, كتبت لي message في على الانستغرام. و حكت لي انه بتعرف انه اكلت قلبي زي ما اكلت كيس الشيبس يا اما بجن الله موديت له واحدة رسالة هيك على الانستغرام يعني طيب يا حبيبتي سلامة قلبك ان شاء الله تبقشمها الله خلي كل واحدة قلبها إلها يعني دوبنا الواحد لا سلامة قلوبكم في الخزانة يعني مش أي خزانة في طلعي ده أنا ركزي في الخزانة اللي على يمين الميكروويف هيك هياتها ومفروض تكون على الشمالك في الخزانة لورا صح كيف أنا ورا وصف لك أنا كنت بتوقع تقولي مش شايفتها لا أتوقعت تقول وينه برضه أقول لها كل الوسط تقولي مش شايفته كمان يعني خلينا قلت انا يعني ويحكوا بصراحه لانه عم بتغلط عيب تخلطي بالاخر احطي كل شيء عليه وتجنني ناس عن جد المهم عشان كمان احمد بده يطلع كمان شويه عنده شيء فقلت رح اسالهم هذه الشغله
يعني محمد قلت له يجي بس ما جاش. بس المهم رح نسأل الأغلبية يعني إذا أجا بندخله في الموضوع وبنعمل حلقة تانية عادي مش مشكلة. إنه كيف أنا بتعامل مثلا معك أنت كشخص، لأنه كل واحد بصراحة ما بتعاملش مع نفس الإشي. أنا هيك بتهيألي صح إني أنا بتعاملش معك ولا مع دانا ولا محمد ولا مع زين بنفس الإشي لما يكون في مشكلة. هات ناخد الجزء هذا أول من القصة وإحكي كيف أنا طريقتي من زمان، يعني مثلا من شو أنت من أول ما بلشت تتذكر يعني كيف بتعامل أنا. I'm trying to think about it. I feel like for me it's more like a friend. أربي أكتر على الكاميرا بعيدة. Yeah, that's true. زي صاحبتي like. Yeah. You like try to let me understand things and like yeah. make sure I understand if I did something wrong. Like بتخليني أفهم. Yeah. إذا غلطت or. Yeah. حكيت إشي مش منيح or. I think معاي it's like. I don't know. You like to like a lot of times. I think you consult me on things. Like you'll be like, oh, like blah 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 blah. What do you think? Like that, right? Yeah. Also, you do let us make our own decisions. Mm-hmm. Like she'll be like, مثلا, I'm trying to think of an example. يعني مثلا دانا بتقول اكثر بتعاملني كصاحبه اكثر، يعني بتقعد وبتحكي لي وين الغلط بتشرحه بتقول يعني مثلا هون عبين ما هي تفهمه انه هو غلط. احمد بقول اكثر انه انت بتحكي مثلا انا رايي كذا 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 في الموضوع، شو رايك مش مش مزبوط ولا مش مزبوط. يعني مثلا لو عمل شغله انا في نظري خاطئه بشرح له بقول له مش مثلا هيك 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 شو رايك. يعني لايك انا بحكي لك هيك بس انت بتعمل زي ما بدك، انت حر. يعني انا هيك رايي بس بالاخر انت حر. طب في اغلب الاوقات لما بحكي لك بس انت حر شوف قصدها اني ارد عليها يعني بتحس كأنك مجبر ترد ساعتها. بس هل بتكون كرهان الموضوع ويعني متضايق لاني قلت لك يعني انت حر بس انا هيك رأيي انت حر؟ بتكرهه ده الموضوع؟ بتحس كأنك انجبرت تعمل اشي الصح؟ يعني كأنه أنا أجبرتك تعمل إشي صح بس بأسلوب إنه أنت حر على راحتك يعني مثلاً. بالضبط بس على إشي الصح يعني. يعني أنا ما أجبرتوش يعمل صح، بقول يعني أنا في رأيي كذا كذا بس أكيد أنت حر. طب في حالة مثلاً أنت مثلاً عملت الإشي ضد ما أنا كنت حكيت لك إنه صح، شو بتعمل؟ يعني مثلا صار الموقف وانت ما رديتش، انا قلت لك انت حر يعني من اللي بدك، بس انا هيك رايي وعملت انت عكس ما انا حكيت مثلا. اوكي مش راح احكي لك. بس شو جواتك بتحس؟ بحس like guilty like بحس بالذنب. هل بتقول ان توقعات مثلا ماما كانت هي الاصح مثلا المره اللي بعديها هل مثلا بتاخد اكتر بتوقعات ماما ولا برضو بتضلك نفس الاشي بتعمل اللي بدك اياه وبتغلط مرة تانية مثلا؟ No, المرة الجاية like برد عليها. تسمع انه يعني كان شو رأي ماما في الموضوع يعني. هي زيد بياخذ محلي. لا خليك شوي، تعال يا زيد خليك كل عشر دقايق. لا بمزح معاك. تعال يلا رح نسأل زيد. You have to scoot in. زيد كنا نحكي بنقول يعني أنا لما بتعامل مثلاً معك لما أنت بتكون عامل إشي غلط مثلاً كيف يعني أكتر طريقة يعني أنا دانا بتقول أكتر إنه بتيجي بتشرحي لي بتعملي كأنك صاحبتي وبتقولي لي لا هيك الصح وهيك كذا يعني أنت حرة. أحمد بقول بتشعر لي كأنه مد بالإجبار بس بالمنيح إن عمل الصح، بتقول يعني أنا هيك رأيي بس أنت بالآخر هو قرارك أنت حر. هلأ أنت كيف بتعامل معك لما بعرف إنك عامل مثلا
إشي كتير غلط. دانا he's gonna rip your hijab. أحمد صعب that hijab is expensive. استني يا دانا. Look دانا. You can't move it from him. She's letting Sterling eat my. No look look. يا دانا الحجاز بنس له. يا الله يا أحمد. دانا. You gave it to him didn't you? دانا. نعم. ارجع لورا عشان تبينيش بالإزاز الكاميرا معك تبيني. There's no reflection. طيب زيد. لما انا بعرف عن غلط وبدي اشرح لك او انت لما بتيجي تسالني في موضوع مثلا ها well the first thing that happened you never knew that I did something and then came to me with it والله غميقه it never happened العمرش صار عشان يعني كشفت انه عمل شيء غلط عشان انا اني منزل ملاك انا what would I say I'm good انت كثير منيح انت رجل ملتزم يعني رجل ملتزم هو رجل ملتزم اها بس اذا بس الماما هي بتحكي معي هل انا بعاقب على الاخطاء مثلا مباشره يعني هل بسرعه بحط punishment مثلا عقاب ولا نحكي وفرصه تنتين مثلا ثلاثه اكثر من يعني يمكن اكثر عقاب يمكن في حياتي انا عملته يمكن باخذ التلفون ومقولين برضو بس بتهيألي لانه because they're younger because you did it for me too when I was younger دانا كانت يمكن 18 سنة مرة تعاقبت 18 هي مش 18 كنت في الهاي سكول you were what 10th I was not a senior though 10th or 9th يمكن 10th يمكن ولا ولا سبب كتير تافه يعني But you took my phone away for a long time. بس كنت حكيت لها اعتقد بدك تساعديني وقالت لا مش راح اساعد انا او شيء بسيط. It would always be something like that. يعني oh كنت God. انا يمكن شديدة. I used to get in trouble so much because you'd be like, oh تعالي ضبي جري او تعالي اغسلي يعني جري او تقول لي بديش او تقول لي اوف انا لازم اعمل كذا اقول لها اوكي حط تليفونك. يعني لما كنت اطلب كانوا يكرهوها اكثر شيء احمد تتذكر عقبتك اخذت تليفونك؟ No, she did. No, in high school. بتذكر أنا زمان يمكن مرة يمكن ليوم أو أقل يمكن. وأنا في الصف ال I think تاسع. تاسع. No, قبل ما أدخل الصف التاسع. So لسه كان لسه. No, you didn't do it for your senior. It was before ninth. No, it was right before ninth. It was summer of before ninth grade. So. تتذكر. كان عمري تقريبا yeah I do. Okay. تقريبا like 14. ليش كان؟ No, less, yeah, 13. قرب حبيبي، ليش كان؟ ليش أخذته؟ I can't say. عن جد؟ أوكي معناته أستاذ ما بتنحكاش على الكاميرا. طلعت من المدرسة بدون ما عملت تمام؟ آه. آه شو كان؟ متذكرة بعدين. Here in the. I just said it was summer before ninth grade. أوكي أنا ناسي بصراحة ليش السبب، بس إنه سبب ما بينحكى بس راح أحاول أتذكر، بس حابة نحكي شيء قريب إله عشان نعرف إنه. احكي لي يا ابدا ناسيه Do you remember? I remember Ahmed. How does Dana I'm pretty remember? Sure it was yeah. She's the one who got me in trouble for it. Yeah. That was no, that was ninth grade. الدانا تقول اصلا انت اللي وقعتيني في ال I was on eighth grade. Yeah. Okay. كان صف تاسع هذا I was it was right because it was the summer before I entered freshman year. لا بس هذا الموضوع اللي دانا اجت حكت لي عليه ما كنتوش لساتكم بصف تاسع. ماما it was summer before He went to ninth grade. كان رايح هوني على المدرسة مبلس. Oh, that's when it happened. But I guess when you snitched on me, it was after. It was later. بالضبط. لا لا. You snitched on him? Yeah. دانا فتنت عليه. دانا كان عامل شغل صح. Okay, okay, okay. أنا متذكرت. بصراحة أوكي كان عامل بس يا زيد كان عامل شغل مش صحيحة. وهي فتنت حكاش يعني على. Obviously, I would snitch if it was one of you. بس يعني ما يروحش خيالكم لبعيد بس بالنسبة لنا كعائلة يعني إحنا كان تعتبر كتير غلط يعني تروحش عائلكم كتير بعيد أو بصر شو عملوا كذا إحنا بالنسبة لنا زي ما قالت دانا يعني لما كانت تقول لي أوكي بحط الجني بعدين كذا كان بالنسبة لي إنه لازم تعرف إنه يعني أنتم مخدين حرية ما شاء الله كتير يعني قوية yeah, actually, it's actually about to the way ثلث ساعة هلا وصل على سيد محمد There's a severe thunderstorm اوكي بس تطلع نديل لي محمد بدي اسال كمان سؤال هل احمد هلا ما شاء الله بتشتي احمد كيف بيطلع هلا اوكي اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا. هل انه انا لما بزعلكم بجرحكم مثلا اذا ما بكون زعلانه منكم انتوا عاملين شيء غلط يعني بجرحكم لما من جوا مثلا بضايقكم طيب لما بجرحكم مثلا انا هل بتفكروا مثلا بالخطا اللي عملتوه مثلا ليش انا ضايقتكم ولا بتفكروا ولا بتفكروا اه بس ماما زعلتنا بس ماما زعلتنا I mean if I اذا عن جد انا فكري انه غلطت يا بعد بفكر like oh ايش وبرجع يحكي مع هذا الموضوع برجع بس اذا حسيت اني ما عملتش اشي مش راح ارجع واحكي like oh like oh like what you know اني عملت اشي غلط كذا زيد بوديني محمد بلا منك تطلع احمد اوكي انت يا زيد والله اتصلوا لي عليه نادوا لي محمد زيد you shouldn't let him go زيد لما بعصب عليه the weather's bad yeah actually يعني there's very severe thunderstorm watch هلا اليوم احمد والله يما بلاش تطلع خلص okay so severe weather لا مش هو مش شتاء عادي في عواصف هياتهم بيحكم مودين انه عواصف It's jump driver. Okay, it's Friday night. Whatever. I mean, okay. The important thing is that. Yeah, it's Friday night. Okay. خلاص. Okay. أكمل. إحنا هلا حكينا له الصح وهو بقرر نقدر إيش نغسله عايشة. زيد. إذا ماما تعصب علي هي إذا بروح عليها هي تحكي أنا مش أمك هلا أنا مش أمك. أقول ليه شو صار؟ يعني هي تحكي لي. And then بحكي معها وبحكيها بتأسف يما وهي بتقولش طيب it's okay معلش هي تقول طيب شكرا روح بديش أحكي معك بديش إذا هي كتير معصبة طب وإذا يعني شوية مثلا وتيجي تحكي شوية بقول متأسف وهي تقول هي تقول قولني طب روح طلع عزبانه لا هي تحكي تسويش زي هيك كمان مرة أو تعمل الشيء كمان مرة طيب هل أنا من الأميات اللي مثلا حنونين بس يا حبيبي حنونين يعني لما باجي بحكي معاك وهل مثلا بحب احضنك وبزعل اذا ما حضنتنيش بزعل اذا ما قلت ليش باي ماما بنحبك او بتفرقش معايا بزعل ها اذا ما اجوش مثلا قالوا لي ماما مع السلامه انا طالع باي اي لاف يو مثلا او اذا ما كانوا بدهم يروحوا يناموا ما قالوا ليش ماما تصبحي على خير اي لاف يو شو بسوي زعل بزعل يعني اذا نسيوا او ما حكوليش بزعل او غالبا بنسوش بصراحه يعني اغلب الاوقات بيجوا كلهم لليوم لعند حتى احمد لهلا قبل ما بطلع او بروح او بيجي علي عادي بيبوس بقول لي ماما مع السلامه اي لاف يو انا طالع او تصبحي على خير يلا اي لاف يو وبيبوسوني يعني واعتقد هي اكثر تعويد لانه هم تعودوا علي من وانا صغير هم اطفال إنه دائماً أحضنهم وأبوسهم قبل ما يناموا وأقرأ لهم سورة الفاتحة والمعوذتين قبل النوم لليوم زيد هل أنا لليوم بقرأ لكم سورة الفاتحة قبل ما تناموا؟ طب إذا ما قرأتهاش مثلاً لإلكم نمتوا شو بتحس إشي عادي ولا بتحس إنه مش عادي بتحس إنه أصعب تنام مثلاً بحس زي something's missing يعني بحس إشي في نقص إشي في ليلته هل عمرك مثلاً حسيت إنه لأنه ما نمت مثلاً وما قرأتش أنا إلكم الفاتحة أو كذا هل حسيت إنه الليلة ما كانتش منيحة مثلاً أو حلمت بإشي مثلاً مش منيح طب احكي لهم يا زيد أنت لو حدا بيسألك احكي لنا عن أمك إشي يعني أنت احكي لنا عن أمك بلغتك زي ما أنت بدك تعبر عن مشاعرك يعني عبر عن مشاعرك بلغتك امك كيف تتعامل كيف بتحب شو الشاعر مين فيلينجز انا اسكين يو بحرم عليك طيب اوكي يلا oh my God.
اوكي بساعدي انت اذا هو ما عرف ايش يعبر. يلا اوكي can you repeat the question يعني احكي لنا. How would you describe mama basically like in your own way? Yeah. زي like a tiny like a fluffy animal. زي تاني بس بتقول you just wanna hug that animal. كتحضنه يعني زي هدول ال بتعرفوا الحيوانات الأليفة هيك اللي بتكون كتير كتير هيك إلها has like stuff with cotton هيك بتعرفوا محشيات زي الدبدوب مثلا الحلو المحشي هيك وطري بتكون تضلوا حضنينه هيك يعني حنون وكذا. I love you too. الله يسعدك عليك استودعتكم الله دير بالك يا ماما. يعني طب كيف يعني بتوصف انه يعني هل هي انسانه مثلا عاطفيه حنونه عصبيه شو بتحب اشياء تصلحها في امك مثلا اذا انت بدك تطلب من الله اشي من لا يعني اشي انت بتحبهوش بالمره اشي بتحبهوش في امك مثلا إيش بتقوله يعني بتمنى إمي تغيره مثلاً هذا في حالها بديش يعني. When we apologize to you and you still stay mad at us. لما تعتذر لي وبرضه. Well that's normal. No. Yeah, because when you get mad at me, I try to apologize. No, because when mama apologizes to me, I forgive her right away. Because that's your mother. And mom, once mom apologizes to you. She doesn't apologize. Exactly. أنا لإني نادر كتير أصلاً أطب في إنه أزعلها أصلاً بدون إشي سبب يعني. Exactly. هي بتكون مزعلتني. زي الجوجو غاغا زي البيبي. Okay. أنت يا زيد شو بتتمنى تغير مثلاً إشي بتحبوش في ماما؟ إيش بتحبوش فيا؟ أنت بتصرخي علي. بصرخ عليك. طب شو بكون السبب؟ إذا if I do something that annoys you. يعني مثلاً إيش بتعمل؟ شد حالك يا ما بتزهقش المتابعين. هذا بحبش هذا. طب ما هو هم عصبوا. I'm about to go blind. يلا. استني خليني أنهي الفيديو بعدين روحي. هذا كان يعني بعتقد دانا انت عندك اشي تحكي يعني اغلب مشاعرهم انه بتهيألي ايجابية بتهيألي الاشي الوحيد دانا محبتوش انه بتحب اكون اسهل لما تعتذر لي يعني بسرعة مع انه تاخدش خمس دقايق بتيجي تعتذر لي بتقول لي يا نهال خلاص هيك بتعتذر لي دانا مثلا يا نهال خلاص يا نهال بعدين بقولها طيب خلاص ماشي اوكي بعدين بتقولي طيب وانتي بدكش تعتذري لي هيك بتيجي تقولي بعدين طيب وانتي كيش تقولي لي متاسفه بقولها متاسفه اذا اني جرحتك بس انا اني ما يعني انا كانت ردت فعل على شو انتي عملتي عصبت بس في الغالب اني انا ما بعصب عليهم صراحه بدون سبب صراحه يعني الناس بتقول اه انا عصبيه بس بالواقع صراحه أنا مش عصبية بدون سبب يعني أنا بياخدني كتير كتير ضغط لبين ما أفقد أعصابي بس يا حبيبي يعني بياخد مني وقت لأفقد أعصابي مش بسهولة اللهم حولينا ولا علينا اللهم حولينا ولا علينا حولينا ولا حولينا actually اعملي دعاء في الشتر يغور عني اعمل دعاء في الشتر في الشتاء في الشتر في الشتر بقولك في الشتر محمد صلى الله عليه وسلم حكى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حكى إذا استجاب الدعاء استجاب الدعاء في أوقات الشتاء بس لما يصير رعد وهيك لازم تحكي دعاء تاني غير عن دعاء المطر. دعاء المطر إيش ودعاء الرعد الشتاء؟ really what is دعاء المطر اللهم صيبا نافعا أو دعاء الرعد في منهم اللهم حوالينا ولا علينا يعني إنه يعني أتاكس هذا ولا سمح الله to hurt us الرعد. المهم يا جماعة الخير بنحبكم كتير ورح نجيكم بحلقة تانية من نفس الموضوع طريقة التعامل تبعتي مع الأولاد رح ناخذ إذا عندكم أكيد أسئلة على الحكي اللي حكيناه أكيد اكتبوها وبنجاوب عليها بحلقة تانية بلكي بكرة بننزلها بنكمل بكون محمد معانا وليان معانا بنكملها ولليوم هيك بكفي ونراكم غدا إن شاء الله بنحبكم كتير كتير وتصبحوا على خير من عائلة نهال ونائل العمل. السلام عليكم. مع السلامة.